بالنسبه لانتداب اتحاد طنجة هذه السنه هذه كنظنوا بان جاب واحد 5 ولا 4 ملعبيه، و ان شاء الله هذا العام غادي يكون ان شاء الله احسن من العام اللي فات لان يعني هذا العام هذا شحال هذه ما عملوا انتدابات في هذا العام هذا. رجع الرجوع ديال حموده غادي يعطي الاكل ديالو، لان خدا واحد واحد اكسبيريونس في دول الخليج، ونتمنى ان شاء الله حتى المسؤولين ان شاء الله يعملوا يد في يد ان شاء الله، وبالنسبه حتى المسؤولين والجماعه ان شاء الله تما تعمل يدو حتى هما معاهم، ونتمنى الخير ان شاء الله لاتحاد طنجه ان شاء الله وكاع الفرق الوطنيه، ونتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. ملاعبيه شوف ملاعبيه الله يكسر لعب ملاعبيه تهلا فيه يعطيها خا يعطيك فهمتيني فيما مشيتي ملاعبي تهلا فيه وفولو شنو هي السكن ديالو ولا ايق فهمتي العائله ديالو، على ملاعبيه تا هما كيبقاو فهمتيني بنادم بحالنا في عالم تا هو خصو راحه نفسيه خصو راحه معنويه فهمتي كيف تهلا فيه يعطيك اي ملاعبي تهلا فيه يعطيك، واخا يكون شويه فورماسيون شويه يكونوا معدين بدني في مستوى وغادي يعطيك بلعبي بيان سور غادي يعطيك كيما ديما اتحاد اخر. بارك الله فيك. شغنقول لك اخاوي كلشي الحمد لله كلشي وادك يا دك اخاوي ديري شغنعم لا طال الله وادا والحمد لله في فارق اتحاد طنجة رياضي حنا وماشيين معاه كنتقاتلوا معاه وكنحمسوها وكنتمناو كيفاش فهمتي كنتمناو شي حاجه تتعلم ماشي شي حاجه تبقى هوات، والحمد لله هي ماشي عاوي كتكافح وكتقاتل والجمهور ديالها كامل معاه حنا كاع نتقاتلوا معاهم الحمد لله. الميساج هي يتحمسوا ويفرحونا ويجيبوا لنا الحقوق ديالنا عاوتاني حنا عاود كنسكارفسو كنخليو قاز دي بلاصمون طنجة كويرة ما كنخليو بلاصة حتى تجي ما شاء الله بانو الباسبور ديالنا وتتبعوه معاه. تي اللي كان خاي سيمو زعما الصراحة الله اتحاد كانت مزيانة فرطوا في ملعبية فرطوا في اتحاد. مدرب صراحة الله ملي عليه بارك عليه. ارانا شي حاجة جديدة هادشي اللي كنطلبوا منك. وحمودة شنقول لك حمودة خدم. ما كرهناش شي حاجه زايده على حموده باش الاتحاد طلع من فوق ان شاء الله. هادشي اللي كنطلبوا كانوا ملاعبيه مزيونين كبحال الشاوني بحال الدراري هاتينا عارف شكون هما، ولكن فرطوا في ملاعبيه فرطوا في الاتحاد وخصنا جديد. الا كنطلبوا من مدرب يجيبنا شي حاجه مزيونه باش الاتحاد شويه طلع من فوقي وشكرا. بغيت نقول على اتحاد طنجه، اتحاد طنجه لفو ديالو ديال لافو ديالو ديال المسيرين ولا فو ديالو بغاو المسيرين خصو يتبدلوا. وبالنسبه لسميتو حمودان لاعب زوين لاعب في مستوى وكنقدم له التحيه مزيانه، نتمنى يكون احسن لاعب في البطوله المغربيه هذا العام ان شاء الله. عبادي طنجه كنقول لهم بغاو تما يلعبوا مع بعضيتهم مزيان، كنتمناو يديو البطولة هاد العام هذا بالتوفيق إن شاء الله.